نتكلم عن الكوليسترول، وبالذات ان احنا دلوقتي بنكتشف ان الكوليسترول كمان بيجي للاطفال، ويا ترى فعلا ليه عامل وراثي؟ عايزين بقى نعرف ايه هو اساسا الكوليسترول. طيب جميل جدا. هو موضوع الكوليسترول ده سنين كتير قوي كان مهمل، مع انه يعني بنسميه سايلنت دينجرس او الخطر الصامت زي ما بيقولوا. تمام، خطر صامت لانه ملوش اعراض. يعني لو الكوليسترول عالي قوي او نسبته عاليه فوق النورمال ملوش الاعراض، مش هتحس بحاجه طبعا الا اذا حصل مشاكل بقى مشاكل في القلب، كبيره قلب او شرايين الى اخره. تمام، فالسنوات الاخيره او ريسنتلي الموضوع عاد ذو اهميه، والجايد لاينز والعالم كله بدا يتطرق للكوليسترول واخطاره ومشاكله، وازاي ان انا احمي نفسي والمريض الى اخره، وايه الاطعمه اللي هنتكلم فيها طبعا، ايه اللي بيزود الكوليسترول وايه اللي نقلل الكوليسترول، طب انا اعمل ايه، طب ايه هو الكوليسترول بقى في الاول اصلا. يعني ايه هو الكوليسترول؟ خلينا بالظبط نعرف ايه هو الكوليسترول. الكوليسترول ده مادة شمعية أو دهنية ما بتدوبش في المية أصلا، يعني غير قابلة للذوبان في المياه. طب هو موجود فين؟ في الجسم ولا احنا بناكله؟ لا، في جزء منه كبير جدا بينتج من الكبد والأمعاء وبعض الأعضاء في الجسم، بس أكبر كمية بتنتج حوالي 80% بينتجه من الكبد. تمام؟ وال 20% بينتج احنا بناكله بالظبط. طيب يبقى احنا عرفنا ايه هو وايه مصدره. مصدره من الكبد، من الكبد 80% بالزبط. تمام، والاكل اللي بناكله او طبيعه الاكل اللي بناكله. طيب الكوليسترول ده مفيد ولا احنا بس عارفين ان هو خطر؟ كل حاجه ليها الفايده وليها الخطوره، ليه النورمال رينج بتاعه اللي الجسم هيستفيد بيها، ولو عدى النورمال رينج ده الجسم هيتضرر بالكوليسترول ده. الكوليسترول مفيد طبعا، ربنا مش هيخلق حاجه ملهاش لازمه بالظبط ضاره للجسم. بالظبط. لا، الكوليسترول ده الخلايا الجسم كله، الخلايا ليها ميمبرينز او طبقه خارجيه بتمنع خروج بعض المواد من الخلايا او دخول بعض المواد للخلايا. المسؤول عن الميمبرين ده او الغشاء ده، الغشاء الخلوي ده، هو الكوليسترول، هو اللي بينتج او اللي بيعمل الميمبرين حوالين الخلايا كلها. دي ناحيه تانيه، الكوليسترول بيخش في تكوين او افراز او تكوين بعض الهرمونات الموجوده في الجسم، فهو مسؤول عنها في العضلات. تمام، موجود في البرين، موجود في عضلات الجسم، موجود في الاعصاب، موجود في الدم. تمام، فدي حاجه مهمه جدا الكوليسترول. الكوليسترول بيبقى مسؤول عنها، وكمان يا دكتور في فيتامين، في دهون، فيتامين د بالظبط ما بيمتصش غير لما بتبقى نسبه الدهون موجوده بس بنسب معقوله، عشان معقولة. بس ما حدش يقول هو لا انا على تكوين فيتامين د كمان بالظبط. تمام، فمسؤول عن تكوين هرمونات، مسؤول عن تكوين فيتامينز، منها د واهمها. طيب يبقى كده عرفنا الاهميه وايه هو بالظبط. طيب اضراره بقى، اضراره. طب نقول انواعه الاول. نقول انواعه بالظبط ونخش بعد كده في الاضرار. انواعه في الكوليسترول العام او التوتال كوليسترول، تمام، اللي هو بيشكل لي النمبر بتاع التوتال كوليسترول اللي موجود في الجسم. بعد كده بيتقسم للترايجلسرايد او الثلاثي دون الثلاثيه، وبعد كده ال اتش دي ال او الهاي دينستي لايبوبروتين، الكوليسترول العالي الكثافه. الكوليسترول العالي الكثافه ده هو الاخطر؟ لا، ده مش الاخطر، ده النافع. النافع ده الكويس او اللي بيسموه جود كوليسترول. وفي اللو دينستي لايبوبروتين اللي هو الكوليسترول الضار او قليل الكثافه، وفي الفيري لو دينستي لايبوبروتين اللي هو قليل جدا الكثافه. تمام، طيب في نقطه احنا قلنا ان هو دهني غير قابل للذوبان في المياه. طب ازاي بيمشي في الدم؟ هدي نسيناها، بس ازاي بيمشي في الدم؟ بيمشي في الدم عن طريق بروتين او بنسميه لايبوبروتين، ده اللي بيشيله او اللي بيحمله وبيمشي بيه جوه الدم الى كل الاعضاء لغايه لما يوصل للكبد. فالكبد انا عندي الكبد عباره عن انتاج وريسايكل كمان. وريسايكل بعد كده بيروح بعد على كده بيروح بالظبط الصفر او المراره الكول بلادر. تمام، فدي الدوره بتاعته باختصار. انا باكل، تمام، الجزء اللي بيجي من 20% اللي انا المكتسبه، انا باكل بينزل الامعاء، الامعاء بتمتص جزء منه ويمشي للدم، بعد كده بيوصل للاخر للكبد، بيعمل ريسايكل دي او بيفرزه بانواعه الثلاثه او الاربعه. تمام، طيب بعد كده ايه اللي بيحصل؟ احنا قلنا في ترايجلسرايد بالظبط الانواع بالظبط. طيب الثلاثي ده خطر او بيجي ازاي؟
الثلاثي ده هو بي بي بيحول السعرات الحراريه او السعرات الحراريه خاصه في الاوبيز او الناس السمن عندهم مفرطه الترايجلسيرايد ده بيبقى عالي عندهم. لان السعرات الحراريه الزياده هي اللي بتتحول للترايجلسيرايد اللي هو الدهون الثلاثيه. دي الدهون الثلاثيه. تمام. طيب ال LDL او اللي احنا بنخاف منه اللي هو الكوليسترول السيء او الكوليسترول الضار اللي هو ضار مش النافع. طيب الكوليسترول ده الضار ده هو مفيد؟ اه مفيد لغايه النورمال رينج بتاعه. لانه برضو بيخش في تصنيع زي ما قلنا بعض الهرمونات. طيب لو زاد عن الحد او طيب الاول نتكلم هو ليه بيزيد او ليه بالظبط وايه العوامل اللي بتخليه يزيد؟ العوامل اللي بيزوده العوامل اللي بيزوده قلنا لو النسبه بتاعتنا الاكل واللايف ستايل بتاعنا سيء. تمام. الجزء الثاني السيرفيس بتاع الكبد او خلايا الكبد الخارجيه اللي فيها مستقبلات. المستقبلات دي هي اللي بتمتص ال LDL وتعمله ريسايكل او انها اعاده تدوير تاني. طيب المستقبلات دي او الريسبتورز دي لو حصل لها ضرر او حصل لها ان هي قلت او الكفاءه بتاعت العمل بتاعتها قلت ايه اللي هيحصل؟ ال LDL هيعلى. بالظبط. ومفيش حاجه تمتصه تعمل أو تمتصه او تعمل ان هو تخليه يبقى ليه عوامل ان هو يدوب او يحصل له. آه. وده اللي بيحصل اكتر في الفاميليال هايبركوليسترولميا اللي هي العيله عامل وراثي او اللي هو بيبان في الاطفال اكتر كمان. يعني دكتور برضو عايزين نفهم المشاهدين ان هو ملهاش علاقه ان الطفل دوت يعني وزنه زياده عشان ممكن ملهاش علاقه خالص بالوزن. بالظبط. عشان في ناس بتبقى رابطه ايوه لا ده انتوا لازم تعملوا له تحليل كوليسترول ده تخين جدا لكن هي ملهاش علاقه. ممكن يبقى شخص رفيع جدا وعنده ال LDL عالي جدا كوليسترول عامه والكوليسترول بانواعه عاليه. فاحنا بس عايزين ننبه وننوه على النقطه دي. تمام. عشان النقطه دي مهمه جدا. انا من عندي 9 سنين عن 9 سنين المفروض اعمل لبعض الاطفال خاصه اللي فيه هيستوري او تاريخ مرضي في العيله عنده. ممكن ما يكونش عارفين ان هو فيه كوليسترول عالي في العيله بس في امراض قلبيه وشرايين وتصلبات شرايين عندهم في العيله كتير. فمن بعد 9 سنين لا اعمل له كل 5 سنين اعمل له. تمام. تمام. هو طفل 9 سنين فده عشان اتطرق للحكايات اللي هي الفاميليال هايبر كوليستروليميا او الكوليسترول العالي في بعض الاطفال نتيجه لعوامل وراثيه او عائليه. طيب بعد كده ال LDL قلنا خطورته ان هو او ليه سموه الضار لان هو اللي بيترسب على الشرايين التاجيه بتاعه القلب او شرايين الجسم كلها مش شرط القلب. ومن مخاطره طبعا ان هو بيعمل او بيتسبب في جلطات قلبيه او جلطات في المخ دماغية. بالظبط. بالظبط. وفي اي مكان وفي شرايين الرجل في الرجل وممكن في الايد اي مكان ممكن أي مكان يظهر جلطات. جسمنا كله فيه شرايين يعني. فلو حصل ترسبات كوليسترول او ال LDL على الاخص وفي يعني هي معلومه دقيقه شويه ان ال LDL دوت عشان يبقى خطر لازم يحصل له اكسده. لازم يحصل له أكسدة عشان يطلع منه جزء هو اللي الدور اللي بيترسب بيبقى شبه الفوم بيترسب على جدران الشرايين والأوعية الدموية. طب الأكسدة دي يا دكتور أكيد بتحصل على فترات من الزمن فترات طويلة. طبعا. فطيب أوكي بس حضرتك بتقول كمان ممكن يظهر عند الأطفال. طب الأطفال يعني ممكن ما يكملش زي ما حضرتك بتقول 9 سنين ممكن يكون حصل الترسب دوت على الشرايين؟ في الغالب لا لان طبيعه شرايين الاطفال بتبقى الاستيك شويه. بالظبط. وهو بالظبط وهو طفل يعني عنده نشاط وحيويه عنده بتبقى عاليه جدا طبعا. زي ما حضرتك قلت. غير لما بيكبر بس طبعا زي ما قلت لك ان في نسب بتبقى عاليه جدا في الاطفال لازم ابدا معاه بعلاج. وحضرتك بتقول صامت هي بيبقى لها تحاليل دم يا دكتور يعني كل ده تحاليل الدم هي اللي بتوضح ولا ايه اللي ممكن تشخيصه ازاي؟ صموته جاي ان هو مفيش اعراض انا الكوليسترول عندي عالي انا مش حاسس بحاجه. صح. يعني ممكن ما احسش باي حاجه واكتشف الارتفاع ده وانا بعمل التحليل او تشيك اب بالصدفه. او دكتور انا رايح اشتكي من حاجه وبيعمل لي تحاليل فلقى الكوليسترول عندي عالي. الا بقى لو لا قدر الله حد ما اكتشف الحاجه خالص ما عملش اي تشيك اب ولا تحليل خالص فجاه ليه جاي لي بام اي او مايكارد انفارشن جلطه في القلب او ستروك جلطه في المخ او في الرجل. بس ساعتها بقى دوت اوريدي بيبقى خلاص عمل تاثير كبير جدا. عمل تاثير كبير اللي هو تاثير الجلطات بيبقى ترسبات طبعا زي ما قلتي خلال سنوات مش كوليسترول عالي من اول يوم بيعمل مشاكل. يعني يا دكتور اصل الام دلوقتي اللي بتسمعني تقول طب انا اطمن على ابني ازاي؟ يعني اروح اعمل له التحليل؟ بنعمل تحليل دم. ايه بقى هو التحليل اللي بيتعمل علشان سحب عينه من الدم اسمها ليبيد بروفايل بس في الغالب ويعني الافضل
وزي ما قالوا بتوع التحاليل طبعا ان المفروض بيكون صيام من 10 ساعات الى 12 ساعه. يعني بنقول للمريض اتعشى الساعه 9 واصحى الصبح الساعه 10 خد العينه. خد العينه ده بتبقى النتيجه سنسيتيف الافضل احسن يعني والاحسن. حتى الطفل يصوم التسع ساعات عشان خاطر بالظبط بالظبط عشان خاطر تبان النتيجه صح بالظبط. فالنتيجه بتديني الليبيد بروفايل كامله، صوره دهون كامله، تريجلسرايد، ال دي ال، الفيري لو ال دي ال، الاتش دي ال، النسبه ما بين ال دي ال والاتش دي ال كام، تديني تصور كامل الكوليسترول عنده او التوتال كوليسترول بالتايبس بتاعته شكلها ايه ومستوى الخطوره عنده. طب والاتش دي ال يا دكتور دي الدهون النافعه ولا ده الدهون النافعه اللي هي بتعمل امتصاص لل دي ال وتبعده خالص، كل ما يعلى الاتش دي ال كل ما يعلى او في النورمال الطبيعي طبعا من 50 ل 60، كل ما يعلى وصل 60 ده حاجه كويسه انه بروتكتيف ليا من ال دي ال دول. ال دي ال العكس كل ما يقل كل ما ده كل ما يقل ولا كل ما يزيد يا دكتور؟ ال دي ال كل ما يقل كل ما يقل ال كل ما بيعلى تمام. النافع كل ما يعلى الضار كل ما يقل كل ما يقل تمام. فده يقلل خطوره حصول الترسبات ويحصل اثروسكلروسس او تصلب الشرايين اللي بنشوفه. طب حضرتك قلت وقلت نقطه مهمه جدا التغذيه، وبالذات ان احنا يعني اكلنا كتير يقول لك طب دلوقتي ده احنا بنستخدم سمنه مهدرجه عشان ارخص واوفر والكلام ده كله، واحنا عارفين ان دي بتعمل ترسبات اساسا بشكل غير طبيعي على الدهون. طب والاطفال الصغيرين اللي دلوقتي يا دكتور متعودين على الحاجات المقرمشات والمياه الغازيه وكل ما هو يعني جانك فود وفاست فود، خلينا نعترف ان الجانك فود ده كاتاستروف زي ما بيقولوا او خطر جدا على الصغير والكبير. بالظبط تمام. والاهالي بتبقى فرحانه جدا انها بتكافئ الاولاد بجانك فود وفاست فود. الطفل يعني سبحان الله ربنا حميه بحاجات كتير طبعا يعني الحمد لله. طبيعه الشرايين بتاعته لسه مرنه لسه كويسه، الجدران بتاعها قويه، حركه الطفل نفسها الشقاوه بتاعته والحركه الكتيره الانرجي اللي عنده كل ده بيحرق الطاقه اللي عنده دي تمام. بس انا بتكلم على اللي هو غير فاميليال او اللي ما عندوش اللي هو حاجه ما عندوش وراثية تاريخ مرضي او عامل ما عندوش حاجه وراثيه في ارتفاع كوليسترول وراثي ده انا بتكلم عليه. انما التاني لازم يمشي بغذاء غذاء هيلسي او بنسميه كوليسترولي اللي هو عديم الكوليسترول او قليل الكوليسترول. طيب ممكن نتطرق برضو نقول طب ايه هي الاطعمه اللي ممكن تكون غنيه بالكوليسترول او مضره او ترفع الكوليسترول عندي؟ طبعا الدهون الزياده الدهون الزياده السجاير طبعا في معلومه برضو الناس السموكر اللي بيدخن سرعه ترسيب الكوليسترول على الشرايين او جدران الشرايين اعلى بنسب كبيره جدا او يمكن 3 4 اضعاف اللي ما بيدخنش وعنده كوليسترول عالي. بس برضه يا دكتور عايزين ننوه عشان في ناس بتقول طب ما يعني طفل صغير هيدخن. طبعا ما هو ممكن لو والده بيدخن فهو بيدخن تدخين سلبي عشان تدخين في ناس بتقول ايه ده طفل بيدخن. لا هو مش هو الطفل هو نفسه هو اللي بيدخن اللي في البيت او الناس اللي في الشارع او المحيطين بيه. ما احنا يعني المجتمع مفتوح والطفل ده بيبقى مع المجتمع. فزي ما قلت لك الاطعمه الغنيه بالكوليسترول العالي صفار البيض طبعا، الجانك فود زي ما قلتي، الدهون الزيادة أو اللحوم اللي فيها شحم كتير زي الضاني تمام. كل ده أغذية عالية قوي بالكوليسترول. الجبن واللبن كامل الدسم كل ده برضو عالي. طب إيه الأطعمة اللي ممكن أقل تقلل أو ما فيهاش خالص كمان؟ يعني الأطعمة ما فيهاش خالص، الفاكهة كلها، الخضروات خاصة الداكنة كل ما يكون لونها داكن غامق، البقوليات ما فيهاش كوليسترول، بعض انواع الاسماك طبعا غير السلمون وغير يعني السردين لا السردين لا عشان في نسبه دهون عاليه جدا. المكاريل بيسموه كاريل اللي هو المكاريل برضو فيه عالي جدا، ده اوميجا 3 عنده اوميجا 3 عاليه كمان تمام. فدي هي الاوميجا 3. لو في ناس يا دكتور انت عارف برضو بتاخد فيتامين من نفسها او مثلا تلاقي ابنها مثلا عنده نسبه الذكاء مش قويه ومش عارف لا لا خد اوميجا 3 هيخلي الذكاء قوي، وممكن يكون ابنها عنده كوليسترول، تاثير دوت على ايه لا دكتور؟ يعني احنا بنقول دايما ممنوع ادي اي علاج حتى لو انا شايفه في مصلحته. اصل يقول لك ده مش علاج يا دكتور ده فيتامين مش علاج. لا طبعا ممكن يضره. لا طبعا ما ينفعش ادي علاج بدون استشاره الطبيب واعرف الطفل ده هو محتاج ليه ولا مش محتاج ليه. فاهميني؟ بس فدي الاطعمه اللي بنقول عليها اطعمه ضاره واطعمه نافعه او تقلل الكوليسترول او هي عديمه الكوليسترول اصلا. كل ده بيحميني او بيحمي المريض من ترسبات الكوليسترول اللي بسببها بيحصل تصلب شرايين
على المدى البعيد ويحصل حاجه اسمها انجينا او انستيبل انجينا اللي هو الذبحه غير مستقره للقلب، لانه انا دلوقتي الشرايين حصل على الجدران بتاعتها ترسبات كوليسترول، فبدا الاريا او الديامتر بتاعها يقل، فبدا الترويه او السريان الدم للعضله بتاعه القلب تقل، فبدات العضله تتاثر او يحصل قصور في الشريان التاجي. طب يا دكتور في امراض بقى يعني مثلا زي ضغط الدم دي ليها برضو تاثير على الشرايين، وعلى في مثلا زي مريض السكر حتى لو طفل صغير في السن، كل التاثير دي واحنا عارفين ان برضو كل السكر من الامراض المزمنه اللي ليها تاثير على الشرايين وعلى الاوعيه الدمويه في الدم. كل ايه الامراض اللي ممكن نقدر نقول برضو اللي يبقى المريض دوت مفروض كل فتره يعمل تحليل الكوليسترول عشان برضو يبقى صحته كويسه ويبقى كير بالموضوع الشرايين والاوعيه؟ خلينا نقول الهيلث نفسه اللي ما عندوش حاجه تمام، اللي هو الطبيعي بقى خالص لازم يعمل تشيك اب بعد سنه 30، نقول كل سنه تمام يعمل يبقى التحليل الكوليسترول ده اساسي معايا. طبعا الليبيد بروفايل هي تحليل الدهون الرسم القلب، لو جينا بس نمسكها واحده واحده بالنسبه للتحاليل، يعمل تحليل دهون، يعمل سي بي سي، وظائف كلى، وظائف كبد، غده درقيه، كل ده المفروض بيزك تمام. طيب نيجي الاشعه نعمل رسم قلب، نعمل ايكو نطمن على القلب، ونعمل يبقى مطمئن من ناحيتين، من ناحيه التحليل الدم ومن ناحيه الاشعه. طيب ده الانسان اللي هو نورمال ما فيهوش اي مشاكل. طيب بالزبط. انسان دايابيتك اللي هو السكر هايبرتنسيف المريض اللي هو العصبي اللي هو مريض ضغط الكوليسترول طبعا من ضمن اسباب اصلا الضغط كمان، لو انا عندي كوليسترول عالي وملخبط وبتاع ممكن يسبب لي في ارتفاع ضغط تمام. حتى لو طفل صغير يا دكتور ولا لا الطفل قليل قوي النسبه قليله ان هو يصيب ضغط عالي؟ نسبه قليله قوي ما يعني. طب الضغط العالي يا دكتور تاثيره زي الضغط الوطي في مريض الكوليسترول ولا لا؟ ما لهاش علاقه بالكوليسترول الوطي او في او العالي. احنا قلنا ان الكوليسترول خطورته في عمليه تصلب الشرايين اللي بيحصل اللي هو بيعمل انسداد في الشرايين بيحصل انسداد جزئي او كلي، كل ده بيبقى بقى خلاص وصل لمرحله الجلطه اللي بالتالي بيوصل لضعف عضله القلب في الاخر خالص، يعني اللي هو بنسميه احتشاء عضله القلب او ضعف عضله القلب وكفاءه عضله القلب تمام. طيب طيب بيأثر على الشرايين الثانيه في الجسم، الكوليسترول بيأثر في كل الشرايين بتاعه الجسم، بدليل انه ممكن يعمل سيريبرو باسكر ستروك او جلطات دماغيه. بالظبط سكتات دماغيه ده اللي بيحصل نتيجه برضو في الاول خالص. ممكن حد بيجي لي انا دايخ او حاسس بيغمى عليا لان في ترسبات كوليسترول على الشرايين اللي طالعه بتغذي البرين المخ او الدماغ. دكتور بيربطه الشخص بيغمى عليه بكتير جدا حتى دكاتره، طب كم مره اغمى عليك واتكررت في خلال قد ايه الوقت ده يا دكتور؟ طب حتى لو على سنوات متباعده يعني مثلا كل 3 4 سنين كل كده، ده برده ممكن يبقى فيه مشكله في الاوعيه الدمويه ولا طبعا لا هو السينكوب الاتاك او اللي احنا بنسميه حاله الاغماء تمام، دي ده موضوع كبير قوي عشان نتكلم ده عايز حلقه تمام. بس دي ليها علاقه بالكوليسترول؟ ليها علاقه بالكوليسترول، هي علاقه بحاجات كتير يعني. ممكن اولا لو مسكناها من اقل حاجه نفسيا واحد بتعصب قوي فبيقوم عليه، لو ده اقل حاجه، واحد ضغطه عالي او ضغطه وطي. طيب الترسبات الكوليسترول ليها طبعا زي ما قلت لك ان هو بيقلل توصيل او الترويه بتاعه الدم او سيركوليشن الدوره الدمويه اللي طالعه للبرين بيقوم عليه، ده لو في برضه ترسبات كوليسترول فيها. ممكن صمامات القلب، من صمامات القلب ممكن يغمى عليه، حاجات مايترال او اورتك ممكن حاجه تعمل حاجه زي كده، فاسبابها كتير. السنكوب الاتاك او الاغماء ده زي ما قلت لك موضوع كبير عايز حلقه، موضوع كبير وقصه، بس من ضمن اسبابه الشرايين والكوليسترول. طب دكتور بالنسبه بقى برضو في ناس بتبتدي تقلق انها بتاخد دواء سيوله عشان الكورونا، يعني لو جالها كورونا، وانت عارف ان احنا الثقافه بتاعتنا نرفع على اصحابنا على الصيدلي، طب ايه ده انا حاسس باعراض انفلونزا ومش عارف ايه كده، ممكن دي تبقى كورونا، يقول له دي كورونا ويقوم هو واخد البروتوكول من غير ما بيروح يعمل دي دايمر ومن غير ما بيعمل التحاليل اللي تشوف يا ترى هو عنده نسب كورونا ولا لا. هي الناس كلها عادت مثقفه وذاكرت قوي موضوع كورونا بالظبط موضوع كورونا، مع ان الدكاتره لغايه دلوقتي يا دكتور بيجمعوا ان هم لسه ما وصلوش الاحصائيات تؤكد ايه هي كورونا. بالظبط فعلا احنا كل يمكن الشغل بتاعنا جايد لاين كل فتره زمنيه قريبه بتتغير
تمام، ان انا اتصل على حد واقول له انا حاسس باعراض كورونا والتاني ينصحه انه يديله العلاج من غير لا يشوفه ولا يعمل تحاليل، ده غلط جدا، غلط كبير جدا، وناس كتيره بتقع فيه. لا، المريض لازم يتشاف، كل مريض مختلف عن التاني، وضعه مختلف عن التاني، مريض ممكن يحتاج فعلا الانتي كوجولانت او مضادات السيوله او بتاع التجلط، مضادات التجلط، ومريض تاني غلط جدا ان اديله تبقى خطر عليه، هو عنده سيوله اصلا عاليه مثلا. بالظبط، وما يكونش كاشف يعني ما كشفش قبل كده ان هو عنده سيوله، او عنده التهاب ما يعرفش التهاب بسببه ايه وعامل سيوله عاليه في الدم، ما يبقاش عارف يعني ممكن يكون بالزبط. عنده ميكروب. فده اللي بيقول ان كل مريض، كل انسان له طبيعه مختلفه عن الثاني. العلاج اللي بديه لاحمد ما ينفعش لمحمد، الفكره في كده، ما ينفعش علاج بالتليفون من غير ما اشوف مريض. انا بضره كده ما بفيدوش اكتر. صح، تمام. من يعني بما ان انت تطرقت موضوع كورونا ودخلنا الكوليسترول برضو، أيوة. الستاتنس او المضادات الكوليسترول، الادويه، بعض الدراسات في امريكا وفي كذا دوله، المرضى وخاصه مرضى القلب او الهايبر كوليستروديميا او عندهم كوليسترول عالي وماشيين على ستاتين، لقيوا ان اللي جالهم منهم كورونا الهوسبيتاليزيشن بتاعهم قل، او فتره العلاج او ان هم تاثير الكورونا بالظبط اقل من الناس اللي ما خدتش ستاتنس او ما خدتش ادويه الكوليسترول، عشان نقدر نقول ان الكورونا بتعمل جلطات. ده اساسي. بس ليه الفكره اللي خد ستاتين اقل عرضه، او اللي جاله ما جالوش كومبليكيشنز كبيره بنسبه بعدد كبير، مش كل الناس برضه، لان هم الابحاث دي خدوها من فايلات المرضى. الستاتنز دي لها عوامل انتي انفلاماتوري او مضادات التهابات، علاج الكوليسترول ليه عامل او بيعالج كانتي انفلاماتوري ايضا. تمام؟ تمام. فدخل في موضوع الكورونا، كل دي ابحاث او حاجه شفناها، فاهماني؟ فبرضه مش معنى كده ان اي واحد جاله كورونا هياخد دواء كوليسترول. بالظبط، مش دواء كوليسترول بس، ودواء السيوله عشان بالزبط. فاهماني؟ بس فانت بما انك كورونا فقلت يعني قلت اذكر حكايه الابحاث دي، بس في نفس الوقت ممنوع حد ياخد دواء من نفسه، مش معنى ان احنا قلنا او في حلقه قلنا ان الناس اللي بياخدوا ستاتنس هم مرضى قلب. هم بالظبط، لازم ننوه على النقطه دي احسن حد يقول لا انا سمعت ان الدكتور بيقول كذا. خالص. احنا وجدنا ان الناس دي بعدد معين ماشي على ادويه كوليسترول وبقى لها فتره يا دكتور، وبقى لها فتره كبيره هو بيتعالج منها. بس اللي جالهم منهم كورونا وماشي على الدواء ده بانتظام، لقيناه اقل خطوره او هوسبيتاليزيشن بتاعته قلت او الكومبليكيشن اقل من الناس اللي ما كانتش بتاخد ستاتنس. بس طب دكتور امجد، عايزين انت تطرقت لنقطه مهمه وهي العلاج، وحضرتك قلت العلاج الكوليسترول بياخد فترات من الزمن، يا ترى برضو ده بقى نقسمها مراحل، نبتدي من الاطفال لغايه كبار السن، ويا ترى مين الاشخاص اللي هم هيمشوا على دواء كوليسترول مدى الحياه، ويا ترى في اطفال ممكن تمشي على دواء كوليسترول مدى الحياه ولا لا، وازاي نعرف النسب دي؟ طيب احنا هنتكلم عن المانجمنت او العلاج ازاي عامه. العلاج احنا قلنا الحمض الكوليسترول في جزء منه من داخل الجسم من الكبد او من الامعاء او خلافه، وجزء منه خارجي تمام. احنا المكتسب. طيب يبقى اول حاجه بنعملها ايه؟ بنحاول نقلل الكوليسترول اللي احنا متحكمين فيه اللي احنا بناكله المكتسب. يبقى اعمل ايه؟ اغير اللايف ستايل بتاعتي. ده اول علاج فيه، ان انا اغير طبيعه الاكل، اكل اكل هيلثي كويس بعيد عن الكوليسترول، الجبن او الالبان كامله الدسم تبقى عديمه الدسم او الجبن، البيض ممكن اكل البياض او الغي الصفار خالص دلوقتي لغايه لما نسبه الكوليسترول تتحسن، بعد كده باكل واحده في الاسبوع ولا بتاع كل، او ابعد عن الدهون خالص والدهون التخليقيه بس يا دكتور في دراسات قالت ان صفار البيض لو مثلا بيتاخد كل يوم ومثلا مش بطريقه بقى القلي ولا الكلام ده، لو يبقى غرقان في السمنه بيبقى صحي. دي دراسات امريكا، في امريكا سمعتها ان البيض نفسه ملهوش خطوره. بص على مريض الكوليسترول، صفار البيض معروف الكوليسترول فيه عالي بغض النظر بقى اتعمل دراسه ولا ما اتعملش او اتعمل ازاي طريقه الطبخ بتاعته. تمام. بس هو الكوليسترول فيه عالي، وانا دلوقتي الكوليسترول عندي عالي، يبقى بالزبط. لازم اعمل ايه؟ ابقى كيرف ان ابعد عن الحاجات المسببه ان هو يرتفع. تمام. يبقى اول حاجه قلنا ال 20% اللي احنا بنكتسبهم او الجزء اللي انا بكتسبه وبيعلي عندي الكوليسترول وبيأثر وكمان في حاجه ان كل ما اكل ادويه، كل ما اخد
اكل فيه كوليسترول عالي، كل ده ما بيأثر على مستقبلات اللي موجوده في الكبد اللي هي بتاخد ال LDL الضار وبتقلل فعاليتها والسنسيتيفيتي بتاعتها. تمام. فبتزود المشكله اكتر. يبقى كده بالنسبه للاكل. طب ايه تاني ممكن يقلل الكوليسترول عندي خالص اللي في الدم؟ الرياضه والمشي الكتير. كل ما امشي كتير او العب رياضه كتير، مش شرط اللعب اللي انا هروح ان هو يبقى في جيم بقى وان انت تشيل اوزان وحاجات دي، عشان ممكن ده يبقى خطر عليك فيما بعد. انا بتكلم نمشي نص ساعه في اليوم مشي، ده بيقلل، بحرق كوليسترول وسعرات حراريه كتير. تمام. يبقى ده الجزء اللي عليا. طيب، او اول خطوه في العلاج، واول خطوه في العلاج هو الجزء ده، وبتابع التحليل ممكن كل شهر 3 شهور، لقيت النسبه بتقل. وبعدين في حاجه، انا لما بعمل تحليل واشوف النسبه عاليه قد ايه ومقدار قد ايه، بقرر العلاج. يعني في واحد اقول له لا هنغير اللايف ستايل بس بنسبه معينه، في واحد ابدا معاه علاج على طول. ايوه، بتختلف من شخص لاخر. بالظبط. وابدا معاه علاج بدوز قد ايه او بجرعه قد ايه برضو حسب التحليل، مش بالتليفون هقول له خد كذا. صح. تمام. الجرعات هتختلف حسب التحليل اللي قدامي ونوع الدواء حسب التحليل اللي قدامي. طب مريض الكوليسترول يا دكتور، لو كل قد ايه مثلا بيتغير له الدواء بتاعه؟ كل شهر، كل من 3 شهور تقريبا، كل 3 شهور. كل 3 شهور يعمل تحليل الوضع تاني. إيه الوضع بتاعه ايه؟ اللي هو بقى ظبط الاكل، ظبط الاكل، المشي على العلاج، المشي اللي هو الرياضه اللي هي ابسط حاجه، المشي. اذا كان بدا يعمل دايت ويخس شويه، كل دي عوامل بتاثر على طبيعه العلاج اللي همشيه عليها والفتره بتاعته كمان. انت قلت الجمله، طب مين هيمشي على طول؟ لا، الفاميليا ده هيمشي على طول، الوراثي. الوراثي. مريض السكر دلوقتي الجايد لاين او مريض السكر اتقال دلوقتي ان حتى لو كوليسترول عنده نورمال طبيعي لازم اديله لو دوز من الستاتنز او ادويه الكوليسترول بجرعه بسيطه. ده كمان بروتكتيف ليه، حمايه ليه، حمايه ليه. مريض الضغط طبعا برضو لازم يتابع بدرجه قريبه، كل شهر شهرين اعمل له كوليسترول، لو كده لازم ياخد. فاهمين الفترة قد ايه؟ لا، الفترة على حسب وضع المريض بالنسبة لي انا شايفه ايه. ممكن زي ما قلت لك في مريض يمشي مدى الحياة، في مريض هيمشي من 3 شهور لست شهور لسنة. مريض القلب اللي حصل له ستروك او جلطة، ده مدى الحياة، مدى الحياة انه ياخد ادوية كوليسترول. لازم. وبرضه يا دكتور بيرجع للطبيب كل يعني كم فترة عشان خاطر يغير العلاج ولا لا؟ كل شهر. كل شهر مريض القلب؟ مريض القلب كل شهر. طب دكتور، مين يعني ايه الامراض اللي في القلب اللي ممكن نقول تبقى مؤثره تاثير كبير جدا، يعني الكوليسترول اثر عليها وساب اثر كبير على الشخص ده؟ يعني بيعمل ايه بقى؟ بيعمل كل امراض القلب مؤثره وخطر. خطر. كل امراض القلب خطر. طبعا. تمام. يعني نقيس نسبه خطورتها بقى دي، يعني احنا لو جينا بصينا الشرايين اللي بتغذي عضله القلب هي اللي بيحصل فيها الجلطات لو بتكلم على الكوليسترول. تمام. لو بصينا على الصمامات، الصمامات برضو بقى يعني لو حصل فيها مشاكل تضيقات او ارتجاع او حاجه زي كده طبعا بيوصل لعمليه بعد كده. تمام. اللي بيوصل بعد كده ان احنا لو حصل جلطه لا سمح الله او كسور في الشريان التاجي نتيجه للكوليسترول بيضعف عضله القلب. بالظبط. فما يقدرش بعد كده يبذل مجهود يطلع سلم. طبعا ده كله بالعلاجات بيتحسن في حاجات كتيره، يعني العلم تقدم في الموضوع ده كتير والناس بتمارس حياتها طبيعي جدا يعني. بشكل طبيعي. طب الدكتور، الاشخاص اللي عملوا قسطره او عملوا دعامات بيبقوا برضو اكثر عرضه لو جات لهم كوليسترول بشكل، او انت عارف طبعا بقى يعني مريض كده دايما تلاقيه مدخن، دايما تلاقيه ما بياكلش اكل صحي، دايما تلاقيه يعني اوريدي حصل له ان هو عمل دعامه او ركب قسطره علشان اوريدي هو شخص ده، بقى برضو بيبقى ماشي على ادويه الكوليسترول مدى الحياه؟ ده مدى الحياه. ده مدى الحياه. ده جاله جلطه بسبب ترسبات الكوليسترول على مدى فترات او سنين. حتى لو ما هو بيحصل له يا دكتور توسيع الشريان ده ماشي، بيبقى عرضه تاني برضه. جميل جدا. طيب بالراحه، هو الراجل ده عنده كوليسترول عالي او المريض ده عنده كوليسترول عالي بقاله سنين مش واخد باله منه. صح. وجالي بجلطه او جالي بذبحه، دخلنا صورنا بالقسطره لقينا تضايق بنسبه 80% في شريان معين من الشرايين التاجيه بتاعته. 80% مش هقول 100%، 80%. فال 80% دول ركبت عليهم الدعامه. بقت الترويه اللي رايحه للعضله دي كويسه جدا. طب بقيه الشرايين دي ما هو برضه عليها ترسبات بس المقادير او نسب مختلفه قليله، ما ركبش عليها حاجه فهتمشي بالعلاج. العلاج اللي هو ايه؟
الكوليسترول. الكوليسترول علاج الكوليسترول اللي انا احافظ على النسبه دي ما تزيدش. خلاص اللي حصل 20% اللي حصل 10% فما تزيدش، فلازم يمشي عليه مدى الحياه. دكتور طب برضو حضرتك ذكرت وقلت في البدايه نقطه مهمه جدا، اي مريض جلطات يعني حتى لو كانت جلطه في المخ، جلطه في الايد، جلطه في الرجل، اي مريض جلطات بيمشي على دواء كوليسترول مدى الحياه. بس ساعات بنسمع يعني بنيجي للشخص ده بنقول له طب انت بتاخد ادويه كوليسترول، يعني احنا شايفينك انت عندك زياده في الوزن، واحنا قلنا دي مالهاش علاقه او ارتباط بزياده في الوزن. يقول لك لا ده انا اخر مره حللت لقيت الكوليسترول عندي كويس جدا ومظبوط، والدكتور قال لي لا خلاص وقف الدواء الكوليسترول ده، ساعتها يوقف؟ طيب. ولا ما يوقفش؟ لا لا بصي، هو طبعا زي ما قلت لك في مرضى يقول لك انا يعني بجيب المهم. انا بجيب المهم. انا بجيب لان اللي هو بيريحني. ايوه صح، ده من حاله المريض، فهو من نفسه المريض وقف. في دكتور شايف ان المريض ده خلاص ممكن وظائف الكبد عليت، لان ادويه الكوليسترول بتاثر على الكبد شويه، فلقى ان الدواء عمل خطوره على الكبد فوقفه. فزي ما قلت لك كل مريض لوضعه، في مريض لازم يمشي مدى الحياه، في مريض تاني جاي لي فانا شفت ان وضعه لا، لو انا اديته الاستاتنس او اللي انا اديته الدواء هيبقى خطورته عندي اكبر، هضر حاجه تانيه. بالظبط. فاعمل هولد شويه. تمام. دي بقى الامراض التانيه بقى اللي مصاحبه، ممكن تكون هو اوريدي كان عنده مشاكل في الكبد ويعني ابتدت تظهر مع التحاليل مع الكلام ده كله، ممكن جاله تقج بعد كده. بعد كده فعلا ممكن جاله بعد كده حاجه تانيه. بس ساعتها بقى الدكتور هو ده بقى يعني اللي يبقى كير جدا في اكله، يبقى محافظ جدا ويحافظ جدا على الرياضه ويحافظ جدا ان هو ما يبقاش كل ده كلنا نعمله. المفروض ان الشخص العادي يا جماعه ان هو يبقى ملتزم جدا كل ده بكل اللي احنا بنقول عليه. ما احنا هو اللي جاله مشاكل في الشرايين جاله ليه؟ ما عشان ما كانش بيعمل ده. صح. فلما جاله هيضطر يعمل ده. بالظبط. طب دكتور عايزه اعرف مريض كمان الغده الدرقيه. تاثير الغده الدرقيه زي ما حضرتك بتقولي ان هي هرمونات بتبقى ناقصه في الجسم والكلام ده أو كله زايدة. او زايده، تاثيرها برضو ايه؟ زياده او نقص بتعمل مشاكل في القلب. وبالنسبه للكوليسترول اكتر تقريبا في الـ في الـ في الهايبو، لان نسبه الحرق عنده اقل. يعني اللي عنده هايبوثايرويديزم او الغده الخامله عنده ما بتفرزش هرمونات كويسه، الحرق عنده اقل، ضعيف فعلا. صح، ضعيف. فهتلاقي وزنه بيزيد. ودايما يقول لك انا يعني انا بزيد في الوزن حتى ما باكلش، يعني بالظبط ما باكلش حاجات غير حاجات بسيطه جدا وبيبقى عندي زياده في الوزن بالزبط. بشكل كبير. الهايبر طبعا برده بتاثر عليه بطريقه معينه، انه بتزود ضربات القلب، بتزود مشاكل في القلب. الهايبر يعني الشخص العصبي، الشخص اللي هو دايما على طول بيتنرفز. افرازات الغده فده عالي لازم عنده. افراز الغده عنده عالي. الهايبر ثايرويديزم اللي هو افرازات الغده الدرقيه عنده عالي. ده برضو يبقى اكثر عرضه لامراض الكوليسترول. الكوليسترول الاثنين اكثر عرضه لامراض قلب. امراض قلب. يعني الشخص العصبي واللي هو او هايبر. طب دكتور يقول لك طب احنا نمط الحياه اوريدي، يعني ايه مين اللي ما عندوش مشاكل، مين اللي ما بيتعرضش لستريس معين، كلنا كده، ابتدي امتى بقى نقول لا انت خلي بالك ان انت لازم تروح تعمل برضو تحليل ضغط وسكر علشان خاطر تشوف لو فعلا عندك مشكله ما نتجت عن العصبيه الزياده، وبالذات برضو بيبقى ليها مشاكل ثانيه في البطن والكلام ده كله، قولون عصبي والكلام ده، بس ده مش موضوع حلقتنا، خلينا موضوع حلقتنا اللي هي الشرايين والاوعيه والكلام ده كله، اي امراض القلب بمعنى اصح. طيب بصي، هو طبعا الاستريس اللي احنا عايشين فيه بزياده زود المشاكل القلبيه ومشاكل الشرايين بدرجه كبيره. تمام. زي ما قلنا الكوليسترول وسرعه ترسيبه على الشرايين التاجيه بيزيد مع الانسان المدخن كمان. يعني الانسان اللي سموكر او هيفي سموكر نسبه الكوليسترول عنده بتزيد 5-6 اضعاف الانسان النورمال، يعني لو جبت 2 نسبة الكوليسترول عندهم نفس النسبة، بس واحد مدخن والتاني لا، نسبة المدخن 5-6 أضعاف الغير مدخن في سرعة ترسيبه على الشرايين، فبالتالي الكومبليكيشنز أو إنه يحصل له ستروك أو مشاكل في القلب أو الشرايين في جسمه كلها هيطب أسرع. تمام. فهو معظم اللي بيدخنوا تلاقيهم ستريس يعني. حتى هو يقول لك انا يعني بطلع انا بدخن من بدخن من غلبي. ودي يعني ما انا بسال برضو هو التدخين هيعمل له ايه؟ وبيزيد اساسا، ده بيزود العصبيه اكتر وبيخليه عصبي اكتر وبيأثر على الاعصاب، يعني مشاكلها اكتر ما هي فائدتها يعني.
هو التدخين ملوش فوائد، ما لهوش فايده التدخين طبعا، بس في ناس بتدي مبررات عشان خاطر انها ايه، تقول لك بنفس عن نفسي، يعني انا بنفس يعني لو نفس في الرياضه يبقى كويس طبعا اكيد يعني. طب دكتور، في ناس برضو تبقى مريضه الضغط دايما تقول لك ايه، لا انا ساعات الضغط بلاقيه انا بحس بنفسي، انا بحس ان ما دام كلمه بحس بنفسي دي كتيره جدا جدا، وبالذات ان انا رابطين الصداع بموضوع ضغط الدم وملهوش اي علاقه اساسا. الصداع يا جماعه لا هو عرض بس ممكن يبقى في ناس ما بيجيلهاش باعراض الصداع ويبقى عندهم ضغط عالي. بالظبط، في واحد بيبقى جاي بيكشف على حاجه ثانيه خالص، تقيس الضغط تلاقيه في السماء، هو مش هيقول لك انا مش حاسس بحاجه خالص. ايوه فعلا، زي الكوليسترول كده صامت. بالظبط، هو ده دليل ان هو عنده ضغط بقاله فتره كبيره وتاقلم عليه، يعني جاله صداع وانس من 3 شهور ولا 4 شهور وخلاص تاقلم على طبيعه الضغط العالي ده، فهو جاي يكشف على حاجه ثانيه وبنقيس الضغط اللي هي عالي. طب دكتور يعني، طب مريض السكر بقى ايه اللي بيأثر؟ الكوليسترول هو اللي بيأثر على مريض السكر ولا العكس؟ العكس، المريض السكر هو اللي بيأثر على الكوليسترول. يعني زي ما حضرتك قلت نقطة مهمة في البداية يعني قبل كده، ان هو بندي نسب بسيطة جدا يعني جرعات حتى لو سنه صغير يا دكتور. مريض السكر لو حتى هو بياخد انسولين يا دكتور، يعني لو من الدرجة الأولى بياخد نسب انسولين، وبيبقى دايما يقول لك لا ان في حقن معينة باخدها ومظبطة الدنيا ومظبطة أكلي وكل حاجة، في داعي برضو ان انا اخد دواء كوليسترول؟ برضه حسب وضع المريض قدامي، قدام في ريسك فاكتورز، في عوامل انا بعدها قدام المريض. هل يعني برضه لازم له يتعمل له تحاليل كوليسترول؟ تحاليل، وفي ريسك يعني اذا كان هو اصلا العيله فيها مشاكل تاريخ مرضي في القلب وتاريخ مرضي كوليسترول او امراض قلب، ده عندي عامل خطوره. طب اذا كان هو اوبيز ده عامل خطوره، اذا كان هو سموكر ده عامل خطوره. في مقاييس انا بشوف كل، زي ما قلت لحضرتك كل مريض بيختلف عن التاني. بالظبط، في مريض انا ابدا معاه دلوقتي حتى لو الكوليسترول بتاعه نورمال لان عنده عوامل خطوره انا خايف عليه من حاجه زي كده، خاصه ان هو دايابيتك، ان هو عنده سكر. في مريض تاني لا استنى شويه هتابع معايا. طب دكتور، الاطفال اللي بيبقى عندها ثقب في القلب دي بتبقى مريض الكوليسترول يعني؟ لا برضو لا 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 مالهاش علاقه. لا 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 مالهاش علاقه خالص بالكوليسترول. ليه مش بتبقى اوريدي يا دكتور الشرايين متاثره بالثقب ده؟ الثقب لا، في ثقب، الثقب ده ما بين في جدران القلب ما بين البطنين او لا هو اتولد كده، او ان في ثقب ما اتقفلش، يعني في 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 ثقب بيتقفل بعد 3 شهور لست شهور بعد الولاده، في ثقب ما اتقفلش ما بين البطينين او الاذينين فبيحصل مرور دم عكسي. لا ملوش علاقه بالكوليسترول خالص، وما يتاثرش فيما بعد الطفل دوت يعني. لا اكيد بقى يبقى يتابع بقى. بقى جراحه او اساطر حاجات تانية مع الدكاتره الكونجينيتال او الوراثه، يعني امراض الوراثه. طب ايه دكتور الامراض اللي يعني لو جاي لشخص مثلا مريض القلب دوت حصلت له مثلا مشكله ما يبتدي يقلق من الكوليسترول؟ زي امراض ايه مثلا في القلب؟ يعني مثلا الضغط. لا انا بتكلم على مشاكل القلب نفسها يا دكتور. لا ما هو الضغط يعني مشكله القلب على فكره بجد؟ بيأثر على القلب. وبعدين مشاكل القلب هو الضغط، الكوليسترول او المريض هيجي لو عنده كوليسترول عالي وما حاسش بحاجه، والكوليسترول زي ما قلنا هو ملوش اعراض. ما احنا عارفين انه ملوش اعراض. ممكن لو صامت. عالي قوي مع فترات بعيده ممكن يحصل زي نتوءات في الجفون كده او حاجات زي سالنسيميا بنسميها كده، فده ممكن اشوفها. تمام؟ طيب لو ما فيش الموضوع ده المريض ده ممكن يجي له بجلطه مره واحده. يعني انت العرض اللي هيجي في القلب عشان هو اوريدي يا دكتور ما بيبقاش حاسس باي عرض، ولا حاسس ان نبضات قلبه سريعه، ولا حاسس ان هو مجرد ان هو يبذل مجهود، ما يحسش باي شيء خالص، هو صدم كده يجي بجلطه صدم. طب ولما في ناس يا دكتور حتى اطفال صغير بيقول مجرد ان انا العب مع اصحابي والكلام ده كله بحس بنهجان، بحس ان انا بعرق كتير، بحس ان انا قلبي نبضات قلبي سريعه. ده موضوع تاني برضو. الطفل معظم الاطفال في المدارس خاصه من كتر اللعب، واحنا برضو عايزين نشوف يجي الطفل بيقول لي انا حاسس ضربات قلبي سريعه، الولد بينهج كتير، دي حاجه تانيه، دي بعمل له تحليل غده درقيه، ده بعمل له تحليل الروماتويد او الروماتيزم او الاوتوميون او حاجه زي كده، دي حاجه تانية خالص بعيد عن الكوليسترول. بنعمل الكوليسترول ده عشان نشوف زي ما قلت لك الفاميليال بس بالنسبه للاطفال. يعني الطفل لما بنلاقيه كده ما بيبقاش شرط ان هو عنده كوليسترول، عشان احنا زي ما احنا قلنا ان الكوليسترول ده حاجه صامته في الجسم ما بيبقى لهاش اعراض. بالزبط. غير لما بتسبب مشكله في القلب وتعمل ازمه. بالظبط، يبقى نعرف ساعتها ان. طب دكتور زي ما حضرتك قلت برضو الكبد لما بيتاثر بالدهون بتبقى زياده برضو بيعمل كوليسترول عالي صح؟ ولا الكبد لا زي ما قلت لك هو زي ما قلنا الكبد مسؤول بنسبه كبيره عن افراز الدهون وان هو بيمتصها تاني،
عن طريق المستقبلات اللي على الجدران. طب اللي عنده مشاكل في الكبد بقى يا دكتور، ماله ده ممكن يبقى عرضه للكوليسترول فيما بعد؟ ممكن. ايه المشاكل مثلا اللي ممكن يبقى مريض الكبد عنده مشكله فيها ونقدر نقوله لا انت خلي بالك انت لازم بعد كده تحلل؟ فشل في وظائف الكبد. يبقى عنده يبقى ريسك ان هو يكون عنده كوليسترول عالي. طب دكتور انت عارف بقى جيل الشباب والموضه الجديده دلوقتي الحاجات المكملات الغذائيه، والمكملات الغذائيه بيبقى فيها نسب بروتين عاليه جدا وفيها بيبقى نسب دهون عاليه جدا والكلام ده كله، تاثير كل الكلام دوت على برضو على انت قلتيه اهو. لا ما احنا بقى عايزينك انت اللي تقول لنا. قلت ان هو غني بالدهون والبروتينات والى اخره الدهون، احنا بنتكلم اصلا عن بيكملوها يا دكتور بيكملوها. كان يقول لك لا انا عشان عايز يبقى جسمي فيه شكل شيب كده حلو. لا هي كل احنا اتكلمنا حتى في حلقه قبل كده قلنا لكل الحاجات الامينو اسيد والحاجات اللي بتتاخد في الجيم دي اذا ما كانتش بتتاخد تحت اشراف طبيب متخصص في حاجه زي كده فهي ممكن تضره جدا. وزي ما شفنا ناس كتيره حصل لها سادن كاردياك ديس او موت مفاجئ بسبب الموضوع. فعلا احنا بنسمع حالات كتيره جدا ان هم ناس رياضيه جدا كانوا بيلعبوا في الجيم وجات لهم سكته قلبيه وهم في الجيم في الجيم فعلا وكلهم تقريبا كانوا واخدين قبل التمرين او ماشيين عليه فترات كبيره الحاجات دي. وبرده دول ممكن يكونوش حللوا كوليسترول او الكلام ده كله فهو عمل انسداد عمل غلطات جلطه مفاجئه بتبقى جلطه مفاجاه على طول في الشريان الرئيسي بتاع الشريان التاجيه يعني او الشريان الرئيسي بتاع الرئه حاجه. طب يعني ايه الفرق بين الدهون الثلاثيه يا دكتور والكوليسترول؟ معلش عايزين الحته دي ترجع لنا بيها. هو كوليسترول زي ما قلنا هو كلهم اسمه كوليسترول توتال كوليسترول. يعني انت ما بتيجي لو مسكنا ورقه التحاليل اول حاجه تلاقي ايه توتال كوليسترول بعد كده ترايجلسرايد اللي هو الثلاثيه. تمام الثلاثيه دي قلنا ان هي غير ال دي ال والكلام الثلاثيه دي بتنتج من السعرات الحراريه من الاكل. الى السعرات الحراريه الزياده. انت كلتي وما حرقتيش سعرات حراريه فسعرات الحراريه الزياده بتتحول الى ترايجلسرايد. بتعلي النورمال رينج بتاعها. بعد كده هنلاقي ال دي ال اللي احنا قلنا اللو دينستي لابو بروتين او الكوليسترول الضار زي ما بنقوله. قليل الكثافه. بعد كده الشي دي ال. بعد كده الفيري لو دينستي ال دي ال. دول انواع الكوليسترول اللي في الجسم. طب دكتور انت عارف الامهات طبعا يعني بتستسهل انها تعمل اكل فدايما تقول لك الحاجات المقليه والكلام ده كله. ده غلط جدا. اضرارها ايه وبالذات ان كوليسترول كوليسترول كل المقلي وكل بقى مثلا الطعميه اللي في بالزيت وكل الكلام ده بالظبط من ضمن الاكل اللي بنقوله ان هو بيزود الكوليسترول اي مقليات. يعني الطفل بس انت عارف الطفل ما بنقدرش نعمل عليه كنترول ايه ولا انت يعني ما بنقدرش فعلا نعمل كنترول على الاكلات دي وبتبقى الاكلات دي بالنسبه للطفل يعني بس لازم نعمل كنترول. لازم يعني نعمل الطفل اللي بيعاني من الكوليسترول ومريض القلب لا اللي بيعاني من الكوليسترول ده ممنوع له تماما او بمقادير معينه على فترات بعيده مقادير معينه على فترات بعيده عشان ما نبقاش حالمينه تماما. الانسان الطبيعي برضه ما نزودش في المقادير دي او في الكميه وبرده على فترات بعيده بحيث الجسم يقدر يحصل ريسايكل ريسايكل لي. طب دكتور في ناس برده تقول لك المواد الحافظه دي برده ممكن تزود نسب الكوليسترول في الدم ولا لا ولا ملهاش اي علاقه هي الدهون بس هي برده حسب هي متصنعه من ايه طبعا حسب هي الكونتنت بتاعتها ايه لو دخلت المقرمشات والكلام ده كله اصل كل الكلام ده بيبقى معمول في الزيت يعني كل ده زيوت وكل ده بيبقى ضار جدا على ضار ويزود نسبه الكوليسترول وهي خطورتها كمان مش هتزود اكتر ان هي هتاثر زي ما قلت لك على الريسبتورز اللي موجوده في الخلايا اللي بتمتص الكوليسترول الضار دوت. فلو الريسبتور دي حصلها عطل او قلت او سنسيف بتاعتها قلت على الامتصاص ده فبالتالي ال دي ال مش هيلاقي اللي يمتصه ولا يعمل له اكسكريشن فهيزيد في الدم وتحصل بدل ما كان هيحصل له ريسايكل او انه هيبعد من خلال الصفره والكبد هيحصل له ترسبات على الشرايين بعد كده تبدا المشاكل. طب دكتور مريض النقرس واللي هو بيبقى بيعاني من النقرس والكلام ده بتبقى عنده نسب كوليسترول عاليه ولا لا مش شرط؟ لا مريض النقرس بيزود الضغط شويه بيزود الضغط من ضمن اسباب طب مع تزويد الضغط وعدم انتظام الضغط ما هو هيسبب له كوليسترول فيما بعد هيسبب له مشاكل. الضغط مش هيعمل كوليسترول الكوليسترول يعني يزود نسبه الضغط لانه بيترسب على الشرايين فيحصل تضيق في الشرايين. انت ماسكه خرطوم ميه تضغطي عليه ايه اللي بيحصل؟ بيضيق لا انت الميه اندفاع الميه ايه اللي بيحصل؟ بيقل بالظبط تمام ما بيوصلش بنفس القوه انت ضيقتيه بنسبه فالقوه بتاعته قلت تمام فانت انت ال 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 مش الضغط مش ارتفاع الضغط هو اللي يعلي الكوليسترول العكس
ايه ده نزول الضغط يعني؟ لا الكوليسترول اللي يعمل ضغط. اه يعني مريض الكوليسترول اكيد فيما بعد هيجي له ضغط. بالظبط، انما الضغط مش هيعمل كوليسترول. اه انا افتكرت ان الضغط ممكن يعمل كوليسترول. احنا قلنا احنا في اول حاله بنتكلم على ايه هو الكوليسترول والميكانيزم بتاعه ايه وبيجي منين. بالظبط. لكن الناس سيره الضغط بيعمل كوليسترول. اه انا افتكرت. لا احنا قلنا 80%. اصل انا دايما اسمع ان مريض الضغط لازم يعمل تحاليل كوليسترول عشان بيبقى عنده كوليسترول. لازم يعمل كوليسترول، لازم يعمل يوريك اسيد، ما ده كل ده مسببات. احنا مريض الضغط بندور هل هو برايمري ولا سكندري. برايمري يعني من عند ربنا. ماشي، سكندري او هو وراثي. سكندري ايه الحاجه الثانويه اللي عملت الضغط عنده؟ اليوريك اسيد، هرمونات. طب ايه اليوريك اسيد ده يا دكتور؟ هو النقرس. النقرس؟ اليوريك اسيد، الثايرويد او الغده لو في هايبر ثايرويديزم، اللي هو سموكر، لو هو وراثي، لو هو زي ما قلنا الكوليسترول العالي، كل ده سكندري، حاجات ثانويه رفعت الضغط. ما اليوريك اسيد يا دكتور موجود في البقوليات كمان، يعني بتبقى فيها نسبه. بس لو نسبه احنا قلنا اليوريك اسيد ما قلناش كوليسترول، احنا قلنا البقوليات ما فيهاش كوليسترول. ما فيهاش كوليسترول، ما هو بالظبط. بس دايما بينصحوا بالظبط، دايما يقول للمريض اللي عنده اليوريك اسيد عالي، لا حاول ان انت تقلل من اللحوم الحمراء، حاول ان انت يعني ما تاكلش اي حاجه غامقه. الغامقه اي حاجه غامقه، القهوه. سوري مش الفاكهه الغامقه. اه صح، قهوه، شاي، فول، الفول، البط، الحمام. البط، الحمام، كل ما هو دارك يعني. بالزبط. دارك ميت يعني، او صح يعني. انما لو اليوريك اسيد عنده طبيعي خلاص مفيش مشاكل. بصي هقول لك حاجه، اي طعام هناخده بمقادير معينه فهو مفيد، زادت عن المقادير المعينه دي او المقادير او ان احنا بنزود فيها زياده عن اللازم فهي مضر. بس زي ما قلنا ان ربنا كل اللي خلقه هو مفيد. طبعا لنا. مفيد لجسم الانسان اكيد. البيض احنا قلنا فيه كوليسترول عالي، بس احنا لازم ناخده بس مش لمريض الكوليسترول، يعني المريض اللي عنده مشكله في الكوليسترول ما ياخدوش. بالظبط، انت فاهماني، وممكن بمقادير معينه، بس الفكره زي ما قلنا ايه؟ ان الزياده في الشيء ضرر. الزياده فيه، انما بالمعقول لا مفيد جدا.